أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي بريب 1، معكم السلامات فوزي، والنهاردة طبعا معدنا مع الوحدة 19 يونت 19 منهج أوبورتيونيتي 1. بالنسبة للكلمات اللي معانا على يونت 19 نبدأ كده مع بعضينا. repeat after me: virtual reality يعني الواقع الافتراضي، سيموليتر جهاز محاكاة أو محاكاة للواقع، ساينس ميوزيوم يعني متحف العلوم، جو ان هوليدي يذهب في إجازة، لايف تايم يعني عمر أو فترة حياتك، ديبند اون يعني يعتمد على، براوز يتصفح، هاف فن يستمتع، انتراكتيف كويزز يعني اختبارات تفاعلية، فيرتشوال اكسبيرمنتس تجارب افتراضية، جون اتور يذهب في جولة، تكنولوجي يعني تقنية، بالنسبة برضو للكلمات اللي معايا pass exams يعني يجتاز امتحان او اختبار، fail exams يفشل في اختبار، internet connection اتصال بالشبكة، computer expert خبير كمبيوتر، expensive jewelry مجوهرات ثمينة، take a boat trip يعمل رحلة بمركب، have problem with يواجه مشاكل مع، do project on يعمل بحث عن، make new friends يكون صداقات، make models يبني نماذج، have festivals يحظى باحتفالات، go on world tour يذهب لرحلة حول العالم، go to the forest يذهب للغابة، live in the forest يعيش في الغابة، live on the moon يعيش على القمر، live on earth يعيش على كوكب الأرض. Choose the correct words and practice. Number one, virtual reality is a group of images produced by computers. يعني ايه بتنتج او تحدث عن طريق الكمبيوتر. In the future we might be able to go in virtual reality. Yes, holidays عبارة عن اجازات. Number three, you can interactive quizzes at this website. طبعا هنا interactive quizzes هنختار do interactive quizzes. اوكي يعني يقوم باختبارات فعالة. At the science museum websites you can through the exhibits. طبعا هنا browse through the exhibits يعني خلال المعرضات. At the science museum websites you can quizzes. طب على المواقع دي تقدر تعمل do quizzes يعني تقوم باختبارات. Number six, our coming holidays depends the weather. Depend تاخد حرف الجر طبعا preposition on, فهو depends on. Number seven, which virtual reality holidays would you like to go? Yes, like to go on. يعني تذهب فيها. Number eight, will virtual reality holidays be possible in your? Yes, هتكون متاحة في lifetime يعني خلال الوقت. Number nine, if I don't finish my project, the history of the internet, the teacher will be angry. طبعا هنا we choose on the history. Number 10, if the weather is good, we will probably camping. طبعا كامبينج هنا هنختار go camping يذهب في معسكر. اللي بعد كده my sister want to go to London if she doesn't hear exams. طبعا هنا نختار pass exams يعني مش هتروح لندن الا اذا هي نجحت فين في امتحاناتها. Number 12, do you have any good programs your computer? Yeah, برامج على الكمبيوتر بتاعك. I can't visit the science museum website.
because I don't have an internet connection. ما عنديش أي اتصال بالإنترنت. Number 14. We can watch at the science museum. طبعا هنا science museum هتختار scientific experiments اللي هي تجارب علمية. اللي بعد كده 15. You can feel like you are flying a plane in a flying yes simulator. تتخيل كده ان انت ايه بتطير طيارة. اوكي simulator machine. Number 16. It was a nice holiday and we were really fun. طبعا هنا fun يبقى had fun. Number 17. A computer earns a lot of money. طبعا الكمبيوتر ايه expert اللي هو خبير الكمبيوتر بيكسب فلوس كتير. Number 18. You can use the internet to new friends. يعني بنستخدم الانترنت طبعا علشان نكون اصدقاء يبقى to make friends. Number 20. Do you think that people will live the moon one day? هل تعتقد ان الناس هتعيش على القمر في يوم من الايام؟ طبعا on the moon. If I have more free time I'll aboard trip. طبعا انا هذهب في رحلة به بالمركب فاقول take yes aboard trip. في بعض طبعا الجرامر استاد الموجود معايا على يونت 19 في حاجات هنا موجودة عندي زي لما اتكلم على ضمائر الفعل كلنا عارفين اللي هي ضمائر الفعل بتتكون من ايه من اي ووي ويو وهي وشي وات وزي طبعا عارفين ان احنا ضمائر الفعل دي بتيجي فين في اول الجملة. طيب بالنسبة للأوبجكت بروناونز اللي هي ضمائر المفعول وضمير المفعول من اي اللي هو مي وي اس يو يو هي هم شي هير ات ات زي زم طبعا دي بتأتي بعد الفعل مباشرة. وبالنسبة لي البوزيسيف ادجكتيفز طبعا البوزيسيف ادجكتيفز من ايه من اي هي ماي ومن وي اور ومن يو يور ومن هي هيز ومن شي هير ومن ات اتس ومن زي زير ودي دايما بتيجي قبل الاسم مباشرة زي لما اقول ماي بوك ماي بن طبعا قبل الحاجة اللي انت ايه الاسم اللي انت بتملكه. وبالنسبة لي ال possessive pronouns ضمير possessive pronouns من I اللي هي my we ours you yours he his she hers it its they theirs ودي طبعا بتيجي قبل طبعا اللي هي بتيجي في آخر الجملة زي لما أقول it's mine it's hers it's his. تعال نشوف جمل كده sentences. sentence number one بتقول I like Ahmed and he likes me. طبعا هنا me عبارة عن ايه me ضمير مفعول هنا object pronouns. okay we like Mr. Ahmed and he likes us برضو هنا object pronouns. Number 3, this is my book. يبقى هنا كده possessive adjectives لأن هي جت قبل الاسم. Whose camera is that? كاميرا دي بتاع مين؟ فبتقول it's mine ودي طبعا pronoun اللي هي ايه؟ possessive pronouns. اوكي الجزء اللي معايا بعد كده على قواعد اف. احنا عندنا قاعدة اف بتنقسم الى كذا حاجة. أول حاجة الزيرو اللي هي دي بنسميها الصفرية. بعد كده الفيرست كونديشنال سنتنس ودي الحالة الشرطية الأولى. بعد كده السكند كونديشنال سنتنس ودي الحالة الشرطية الثانية.
وبعد كده ال third conditional sentence ودي الحالة الشرطية الثالثة. أوكي، هنناقش طبعا كل واحدة بمفردها لوحديها عشان نفهم قاعدة إف بتتكلم عن إيه. لكن ما تتكلم على قاعدة إف اللي هي حالة إف الزيرو أو الصفرية، دي أنا بستخدمها مع الحقائق العلمية اللي هي scientific facts. طبعا لما بستخدم إف هنا لازم أجيب present symbol. أوكي، بعديها برضو في الجملة الثانية الاكشن 2 او السنتس نمبر 2 لازم تيجي برضو في البريزنت سيمبل. يبقى لما اقول if you heat present simple اهو فعل infinitive مع I, we, you, they، لو انت هنسيح التلج it turns، بحط اس اهو في البريزنت سيمبل مع he, she, it، it turns into water يعني ايه يتحول الى ايه مياه. If you are kind، لو انت هتكون عطوف to others على الاخرين، they are kind to you، هم كمان هيكونوا عطوفين ايه عليك. طيب مع النصائح والامر اللي هي الاوردرز والادفايس، مع الادفايس if you can't do exercise try again، عشان كده ايه اوردرز بقول له لو انت مش هتقدر تعمل تمرينات او تدريبات حاول مره اخرى. If you are tired، لو انت متعب have some rest، لو انت متعب خذ بعض ايه الراحة. فدي بالنسبة لنا ايه advice، فدي present simple are، وادي ايه have present simple. اوكي، بالنسبة لل في unit 19 معايا قاعدة if the first conditional sentence الحالة الشرطية طبعا الاولى. الحالة الشرطية الاولى بتتكون من ايه، من if، if معناها إذا أو لو شرطية، بيجي بعديها present simple مضارع بسيط، وهنا في الجنب التاني بيجي له will أو want plus mean infinitive، will أو want plus إيه infinitive. طيب تعالى نشوف ناخد أمثلة مع بعض كده examples. if you pass، if you pass هنا present simple أهو فعل في المصدر. if you pass your exams، لو أنت هتنجح او هتجتاز امتحاناتك you will، you will plus infinitive get a new computer. يبقى انا كده بقول له لو انت هتجتاز امتحاناتك انت هيجي لك كمبيوتر ايه جديد. if he passes مع he وشي وقت نحط ايه هنا s he s i s. اوكي، if he passes his exams، لو هو هينجح او هيجتاز امتحاناته he will get a new computer، هيجتاز ايه امتحاناته هيحصل على كمبيوتر جديد. بعد كده عندي unless معناه اذا لم، وطبعا ده النيجاتيف بتاعها. فبقول ايه هنا unless he studies hard، لو هو مش هيذاكر بجد he will، yes he will fail his exams. يبقى كده ايه هيفشل او هيسقط فين في امتحاناته. كلمة unless he studies هنا تساوي if he doesn't، يعني اجيب النيجاتيف هنا فين في البريزنت سيمبل اللي هي doesn't plus infinitive. if he doesn't study hard، لو هو مش هيذاكر بجد تساوي unless he studies hard، لو هو مش هيذاكر بجد he will fail his exams، هو كده هيسقط فين في امتحاناته. اما بالنسبة بقى ل if اللي هي الحالة الشرطية التانية اللي هي second conditional sentence، اللي هي الحالة الشرطية التانية بتتكون من ايه بقى if plus past simple. اوكي، في الجنب التاني هنا طبعا يدينا الماضي من will اللي هي would، والنيجاتيف طبعا من want هنا هدينا في الباست هي wouldn't، يبقى would او wouldn't plus mean infinitive. ده بالنسبة للsecond. اوكي، تعال نشوف الايه السنتنس مع بعض كده او الاكزامبلز. if he passed، احنا هناك في first كنا بنقول ايه if he passes، هنا طبعا نجيب منها الباس، يبقى if he if you passed your exams you would كنت هتعمل ايه get a new computer، كنت هتحصل على ايه كمبيوتر جديد. طبعا في النيجاتيف هنا بنقول ايه بقى unless اذا لم،
يبقى if he unless he passed his exams إذا ما كانش يجتاز امتحاناته he wouldn't get a new computer ما كانش هيحصل على كمبيوتر جديد. طبعا كلمة unless هنا في النيجاتيف تساوي ايه if he didn't يعني كنا بنقول if he doesn't اوكي في البريزنت فنجيب من هنا هنا ايه الباست سيمبل منها نقول بقى ايه if he didn't study hard لو هو ما كانش ذاكر بجد he would fail his exams كان هيسقط فين في الامتحانات بتاعته. جزء معايا مهم جدا طبعا انا بستخدم قاعدة if هنا في الحالة التانية اللي هي second conditional sentence في الحالة التانية من قاعدة if زي لما اقول كده if I were you وطبعا دي للنصيحة دي ايه للنصيحة if I were you لو كنت مكانك yes I would يجي بعدها ايه infinitive يبقى تساوي ايه الكلام ده you should study harder you should study ايه harder equal if I were you لو كنت مكانك I would study harder كنت ذاكرت بايه بجد فهكده هنا انا بقول له ايه نصيحة you should if I were rich لو كنت غني I would buy expensive car كنت اشتريت ايه عربية غالية yes if we were rich لو كنا اغنياء we would buy expensive car يمكن طبعا ان نستخدم with out بدلا من ايه if اوكي زي لما نقول without computers بدون الكمبيوترات our life would be really boring كانت حياتنا هتبقى ايه مملة جدا if there weren't computers لو ما كانش فيه كمبيوترات our life would be really boring دي قاعدة if معايا في الحالة التانية ناخد بالنا منها في الشرح قاعدة if دايما to talk about imagined or unlikely events in the future يعني ايه حاجات انت ايه كنت تتمناها ايه ومحصلتش عليها زي لما اقول if I was a politician if I was a politician I'd fight for justice لو انا كنت اوكي رجل بوليس كنت هي احارب من اجل العدالة if the sun stopped shining لو السماء توقفت او الشمس توقفت عن الايه السطوع plants would disappear plants would disappear يعني النباتات هتعمل ايه هتختفي to talk about a rare or impossible events in present يعني بيقول لك ايه الكلام ده تتحدث عن حاجات غير واقعية او مستحيلة احداث فين في المضارع زي ما اقول ايه if I lived closer to school لو انا عشت قريب من المدرسة yes I wouldn't have to get up early ما كنتش هعمل ايه ما كنتش هستيقظ ايه مبكرا فطبعا دي a real ايه situation if I had two wings I would fly like a bird لو كان عندي جناحين I would fly like a bird كنت انا هطير طبعا زي ايه طائر فدي impossible situation زي ايه حاجات ايه ما يقدرش ان هو يعملها yes والفورم بتاعها طبعا احنا قلنا past simple would plus infinitive احنا قلنا بتستخدم to give advice النصيحة زي لما اقول if I were you I would study harder لو انا كنت مكانك كنت اذاكر بايه بجد equal you should study harder if I were you I would see a doctor لو انا كنت مكانك كنت هروح ايه للدكتور يبقى you should see a doctor yes ده بالنسبة للفورم بتاعها طبعا احنا هنا with second conditional sentence مع الجملة الشرطية التانية we usually use where احنا دايما بنستخدم where مع singular يعني واحد يسألني يقول لي يا مستر احنا I و he و she ما بياخدوش ايه where اوكي يعني عندك هنا I where لو كنت احنا هنا بنستخدمها ايه singular and plural if I were rich حاجة انت كنت بتتمناها جدا فبتقول if I were rich
I would buy that expensive house. كنت أنا اشتريت هذا إيه المنزل إيه الغالي الثمن. If I were rich, we would spend our vacation in Paris. لو إحنا كنا أغنياء كنا قضينا الأجازة بتاعتنا فين؟ في باريس. وقلنا بنستخدم without instead of if بدلا من إيه قاعدة if، زي لما أقول without computers ممكن يجي بعدها gerund اللي هو verb ing، وممكن يجي بعدها noun اللي هو إيه الاس. Without computers, our life would be really boring. Yes, زي لما أقول if there weren't computers, our life would be really boring. ده بالنسبة لقاعدة if. Yes, I wouldn't know the answer without your help. بدون إيه مساعدتك، وطبعا هنا أنا استخدمت النون. I wouldn't know the answer if you didn't help me. استخدمت ال past simple على طول. هنا ال past simple negative، هنا النون على طول. الخطوة اللي بعد كده معايا على ال grammar exercises اللي هي التمرينات، نتدرب على ال grammar، نتدرب كده على ال grammar علشان خاطر ايه نعمل practice ليه لل grammar. choose the correct words in practice، يعني استخدم طبعا اختار، هنختار كده number one. I use the money if you promise to give it back tomorrow. هديك طبعا الموني لو انت وعدتني ان انت تديهولي او ترجعهولي ايه غدا. لما اجي ابص هنا قاعدة اف في النص اهي، yes، وهنا if you promise، حددت الفيرب هنا لقيته ايه present simple، present ايه simple، يبقى ده على طول اعرف ان دي الفيرست conditional sentence، فهختار مين؟ I will lend. I will ايه lend. yes. تعال نشوف number two. the door won't open. the door won't ايه open. you push it hard. الباب مش هيتفتح الا اذا لو انت زقيته بشدة. طبعا انا هنا استخدم ايه unless هنا معناها ايه اذا لم الا اذا. اوكي number three. you will fall. yes you will fall. careful. انت ممكن تقع. yes لو انت مش ايه حريص. يبقى هنا فاقول له ايه طبعا yes if you aren't، لو انت مش هتكون ايه واخد بالك او حريص. دي قاعدة if طبعا برضو first conditional ايه sentence. number four. she cries. yes she cries if she a sad fall. طبعا هنا present simple. okay present ايه simple cries، وهنا she yes، فانا هدور طبعا على ال present simple برضو اللي هو ايه sees. يبقى she cries if she sees a sad film، ودي طبعا الحالة ايه الزيرو الصفرية. كمال would find a lot of information if he for it on the internet. طبعا انا would اول ما اعرف هنا ان would اعرف على طول ان دي ايه قاعدة if السكند كونديشنال ايه سنتنس، فاختار طبعا past simple look it. اوكي يبقى if he look it for it on the internet. number 6. I wouldn't do that if I you. if I you طبعا هنا دي نصيحة، فبيقول له ايه انا ما كنتش هعمل كده لو كنت مكانك. if I were you. if I were you. number 7. I think more about if you search it. okay خد بالنا هنا من search it past simple، ادور على مين على would على طول no plus infinitive. I think you would know more about it if you search the internet. ممكن تعرف الكثير لو انت بحثت على الانترنت. if you any film which one would it be. yes هنا would plus infinitive. yes فادور ايه على could watch. could ايه watch. yes لان هنا past. يبقى if you any film which one would it be.
be. Number 9. If Mary found that book, طبعا حدت هنا found هنا past simple. Yes. أجيب على طول إيه هنا she'd buy اللي هي she would buy. طبعا would plus infinitive هنا فاختار مين she would buy. She would buy it. What will you do if the wizard طبعا هنا will plus infinitive فاختار طبعا إيه if the weather nice tomorrow. Yes. طبعا المفروض اختار هنا present simple اللي هي is. Yes. يبقى what will you do if the weather is nice tomorrow. يبقى هنا will plus infinitive وهنا present simple. Number 11. If Tom invites me. لو Tom هيدعيني. طبعا هنا present simple. Yes. I to the party. يبقى I will go to the party. هنا will plus infinitive. Yes. Number 12. If Martin his exams again, he might leave school. طبعا هنا دي past simple اللي هي second condition sentence. ممكن استخدم ايه would او could او might. هجيب الباست. يبقى هنا طبعا اختار ايه المفروض هنا طبعا انا ادور على ايه على verb في اي دي المهم يكون في الباست سيمبل فهنا طبعا دي اختار هنا فيل واحط لها اي دي احط لها ايه اي دي عشان تبقى باست سيمبل دي غلطه في الكتاب. البوبوليشن population اللي هي الزياده السكانيه more animals will die will ايه die طبعا هنا will plus infinitive فهستخدم قاعده اف اللي هي الفيرست كونديشنال سنتنس فهختار طبعا present simple اللي هي ايه increases. If population increases يعني لو الزيادة السكانية هتزيد more animals will die يعني كثير من الحيوانات هتموت. Number 14. If I older I'd leave school and join the university. طبعا هنا بستخدم where. لو أنا كنت طبعا حاجة طبعا impossible دلوقتي في الوقت اللي هو الحاضر. لو أنا كنت كبير I'd leave school and join the university. Number 15. Where you go if you could visit any country in the world. طبعا هنا اختار في حالة السؤال هنا طبعا بختار مين would. Okay. Where would you go? What would you do? How would you feel? كحاجات دي خدناها كلها في سنة كام؟ في سنة خامسة. Number 16. في grade 5. If my brother لو كان اخويا whom I'd have his room. Yes. طبعا هنا past simple فاختار طبعا قاعدة if في الحالة الثانية اللي هي second condition sentence past simple وهنا ايه would have plus infinitive. Yes. ده بالنسبة لـ sentence 16. 17. If I knew the answers اعرف على طول knew هنا طبعا past simple لو انا عرفت الاجابة طبعا المفروض ادور على I'd اللي هي would plus infinitive فاختار I'd tell you هقول لك او اخبرك. Number 18. What you buy if you won 10,000 pounds in the lottery. Okay. فطبعا هنا بختار what. What would. كنت هتشتري ايه. في حالة السؤال بحط what would. والفعل plus infinitive. Number 19. I'd be able to buy the DVD player if I had. هات هنا past simple. فهدور على طول على قاعدة if طبعا second conditional sentence. Number 20. If I buy the peach I would go surfing every day. لو انا كنت قريب او بعيش او عشت جنب البيتش I would go surfing. يبقى طبعا هدور على past simple لان دي second conditional sentence. اعرف ازاي من would. اعرف ايه من would. Number 21. If I buy the beach I think it repeated sentence. يعني احنا لسه حالين واحدة زيها دلوقتي اهو. نفس اللي القاعدة. بس هنا دي قاعدة اف في الحالة ايه الشرطية التانية.
بس دي في الحالة الشرطية الأولى اللي هي الفيرست ودي السكند. شوف هنا بدل ما أنا هقول ليفت هقول هنا ليف. ليه؟ عشان هنا would وهنا ايه will، يبقى هنا past simple وهنا ايه present simple. number 22 she healthier if she did some exercise. طبعا هنا did the past simple فاختار would be، طبعا دي برضو second ايه conditional sentence. number 23 she healthier if she does some exercise، برضو هنا في قاعدة هنا second هنا ايه first، طبعا ايه اختار هنا في الفيرست اختار طبعا هنا ايه كان بي، كان ايه بي زي ويل بي كده لان هنا بريزنت على طول. نمبر 24 I never worry about anything unless it very important. طبعا هنا قاعدة برضو في البريزنت مين سيمبل في الحالة الشرطية الأولى. نمبر 25 You will be late unless you، هتكون متأخر برضو الحالة الشرطية الأولى first conditional sentence will plus infinitive yes، فدور على فعل في المصدر اللي هو مين leave yes. number 26 I this CD for you if you want. طبعا هنا خاطر علشان خاطر هنا present simple اهو اختار طبعا هنا ايه الحالة الشرطية الأولى will copy will ايه copy، يبقى I will copy this CD for you if you want. number 27 I want to call you at the weekend unless you، طبعا هنا want فأعرف على طول ان ايه first conditional فدور على present simple اللي هو you ask me to. number 28 if the weather is nice، لو الطقس هيكون لطيف I طبعا هنا is the present simple okay، يبقى هنا I may come I may إيه come زي I can come زي I will come الحاجات دي كلها. without that garage you have to park the car in the street، يعني إيه تركن العربية في الشارع yes. طبعا أنا هنا أستخدم هنا would على أساس إن هي second conditional sentence. number 30 if you one wish what would you wish for. طبعا هنا would plus infinitive هدور على طول على past simple if you had، if you had one wish لو كان عندك رغبة واحدة what would you wish for كنت هتتمنى ايه. if you too much chocolate you would be overweight، يبقى if you didn't yes يعني لو ما اكلتش، فانا اقول هنا بس تسمبل على طول لان القاعدة هنا حالة شرطية تانية second conditional. I promise I study all day tomorrow، طبعا هنا حالة برد الاولى فهستخدم will plus infinitive يعني انا بوعدك ان انا هذاكر اليوم كله ايه غدا. ده بالنسبة ليه للأندرلاين معايا او اللي تشوز، تعالى نشتغل حاجة تاني بعد كده. بالنسبة للرايت معايا اللي على قاعدة if write the following sentence using words. number one if he doesn't stop smoking he will never get better yeah، فقال لي هنا استخدم unless، استخدم ايه unless، unless هنا كنيجاتيف yes وهنا الجملة كده نيجاتيف، فاعمل ايه اجي شايل مين هنا doesn't عشان استخدم ايه unless وال unless he اجيب الفاعل بعد كده الفعل هنا ينزل زي ما هو stop بس هنا حطيت الفعل في المصدر مع doesn't لكن هنا مع he لازم احط ايه is، يبقى unless he stops smoking لو إذا هو لم يتوقف عن التدخين he will never get better مش هيتحسن خالص، مش هيتحسن ايه خالص yes. تعال نشوف الجملة اللي بعد كده if you are tired
I do the washing up. هنستخدم if. Yes. فهقول له if you are tired, لو انت متعب يبقى I'll, حطيت will اهو, يبقى I will do the washing up. استخدمت الحالة الشرطية ايه الأولى, present simple اهو, verb to be, am I with or are, وهنا will plus mean infinitive. Number 3, we haven't a good computer so we don't send emails. هل استخدم we would؟ طب لما we would هنا يبقى عايز second conditional sentence, يبقى ممكن نقول we would send emails, كنا هنبعت ايميلات if we had a computer, لو كان عندنا ايه computer. Number 4, it isn't wise to spend all your money on CDs. مش من ايه الحكمة ان انت تصرف فلوسك كلها على ايه السيدات. قال استخدم if I were. If I were هنا كادفايز او زيها كده equal you should. فلما اقول له if I were you, لو كنت مكانك, yes, فهنا اقول له ايه I wouldn't spend all my money on CDs, ما كنتش هصرف فلوسي على ايه السيدات. Yes, هو بيصرف فلوس كتير او على ايه السيدات. تمام, تعال نشوف بعد كده number 5. I will buy you a new bike, يعني هشتري لك ايه دراجة جديدة. You pass all your exams. استخدم if. بيقول لك I will buy you a new bike, يعني هشتري لك دراجة جديدة. If you pass, هنا present simple اهو, فعل في الانفينيتيف. If you pass your exams. اللي بعد كده number 6, you can't park here unless you are an employee. طبعا انت هنا موظف, فعشان كده انت مش هتقدر تركن عربيتك هنا الا اذا كنت انت ايه موظف. قال لك استخدم if. يبقى you can park here, yeah, if you are an employee. انت ممكن هنا تركن عربيتك لو انت ايه موظف. yes. number 7, you are not wearing jacket, that's why you are feeling cold. Yeah, على استخدم if I were. If I were معروف على طول النصيحة, الادفايز. فبقول if I were you, yeah, لو كنت مكانك. هنا طبعا بستخدم مين, I would wear a jacket. I would wear a jacket هنا. Yes. يبقى if I were you, I would wear a jacket. كنت هلبس ايه جاكيت لو كنت مكانك. تعال نشوف بعد كده number 8, unless she leaves now, اذا لم تغادر الان, she will arrive late to the party. يبقى هي تحضر الى ايه الحفلة ايه متأخر. يبقى if she, اشيل طبعا unless وابدأ كده if she, عشان هنا unless فهجيب negative doesn't, بعد كده اجيب الانفينيتيف على طول اشيل الاس, يبقى if she doesn't leave now يبقى she will arrive late to the party. اللي بعد كده طبعا دي قاعدة تقفل الحالة الأولى. number 9, if Tom doesn't invite me, لو توم مش هيدعيني, I want to go to the party, مش هروح ايه البارتي. يبقى unless Tom invites me, حطيت present simple, yeah, لو مش هيدعيني I want to go to the party, يعني مش هروح ايه البارتي. number 10, I am very fit because I do a lot of exercises. انا لايق بدنيا لان انا بعمل ايه تمارين كتيرة. يبقى I wouldn't be very fit, ولا استخدم I wouldn't, يبقى I wouldn't be very fit, ما كنتش هبقى لائق بدنيا unless, الا اذا I did a lot of exercises, الا اذا عملت, هنا جبت past simple اهو did. yes. number 11, you should buy another car. قال استخدم if. احنا قلنا should دي بتساوي if I were you. يبقى if I were you, لو كنت مكانك, I would buy another car. I would buy another car. لو كنت مكانك انا كنت اشتريت عربية جديدة.
Number 12. If he didn't help me, I would get lost. يعني لو هو ما ساعدنيش I would get lost. I was out. ممكن أقول was out يجي بعديها gerund verb ing say was out helping me. Yes. ممكن أقول was out his help بدون مساعدته. Yes. I would get lost كنت أنا تعود. استخدمت second conditional sentence. تعال نشوف اللي بعد كده. Number 13. He doesn't get food. Marcus. Good Marcus. And his test is because he doesn't study well. تعال نستخدم if. يبقى if he studies well. لو هو هيذاكر كويس. He will get good marks. هيحصل على درجات كويسة. دقاطة F is first. Number 14. I don't have a room my own because our house isn't very big. ما عندوش هو أوضة خاصة بيه لأن بيته مش كبير. قال استخدم F. يبقى if our house was very big لو بيتنا كان كبير I would have a room. Okay. كان هيبقى ايه عندي حجرة. Yes. Of my own. لنفسي خاصة بي. ده كل اللي كان معانا على يونت 19. اتمنى ان انت تكون استفدته. استفدنا من قاعدة ايه في الفيرست كونديشنال. والسكند كونديشنال باستخداماتهم العديدة. لو كانت لي قاعدة إف في حالة تانية second conditional sentence تستخدم for advice للنصيحة وطبعا اشتراككم في القناة هيشجعنا أكتر إن احنا نكمل ونشرح باقي المنهج عشان كده ياريت كده نشترك في القناة ونفعل الجرس ونعمل ايه كمان ونحط لايك للفيديو لأن كل ده طبعا ايه تشجيع لينا ان احنا نكمل ونستمر. Thank you. Goodbye.